يا اهلا بكل حضراتكم من جديد، عوده الى الاهلي في رمضان ونجم حلقتنا النهارده اللي منورنا كابتن شريف عبد المنعم، اللي طبعا هنكمل كلامنا معاه عن مباراه امبارح وعن اللي جاي وعن طقوسه في رمضان وهنتسحر ولا ايه الكلام؟ انا عرفت حاجه، ولا القعده على الناشف ولا في حاجه إيه؟ اتقالت وانت ما كنتش قاعد. إيه؟ اقول لك بقى عليها. وليه؟ كابتن شريف كان بيقول لي ان هو بيعمل احلى طبق فول، قلت له بجد؟ فهو فعلاً النهارده هيعمل لنا الطبق الفول اللي احنا هناكله، صح كده يا كابتن؟ ولا انا بقول اي كلام؟ ده لو عندكم فول. لا عندنا فول وفول بيحضر يا فندم، بيحضر حالك. لا احنا هيبقى معانا كمان الشيف محمد خطاب. كمون وطماطم، ماشي، كله موجود، كله موجود. بالمناسبه ليه الفول على بساطته وبساطه مكوناته مش كل الناس بتعمله بنفس المستوى؟ بتلاقي فيه درجات متفاوته، في حد يثبتك بطبق الفول بتاعه وحد تاني عادي. حط حته زبده وانسى، هي اللي بتطعم الدنيا، هي اللي بتطعم. بالمناسبه في رمضان شويه عيش مقرمش وروح. دي رؤيه جديده للفول. للفول؟ بالعيش المقرمش. انت تاكل فول بعيش طري؟ يعني عاده ما بنستخدمش العيش المقرمش غير في شوربه العدس مثلا. الناس اللي هي زي عايشه على الفينو بالفول. اوكي، زمان كنت احب الفينو احط فيه فول كتير قوي. عارف العيش الفينو ده؟ طبعا طبعا. تقطع العيش الفينو واعمل سندوتشات فول واكله لغايه ما زهقت منه. بس حضرتك من الناس انت مزاجات لي في الاكل عموما، صح؟ يعني عندي تيست كويس. لا يعني في كذا حوار سابق ما بين حضرتك ونهواند وانا في لقاءات سابقه في فواصل سابقه، يعني عشان يبقى الكلام دقيق، لا مزاجات لي في الاكل. ممكن اعمل لك فطار في 15 دقيقه. لا طب والسحور في قد ايه؟ وفي ملوخيه ناشفه وحاجات كده. طب احنا هنشوف بجد، احنا هيبقى معانا زي ما كنت بقول لحضراتكم الشيف محمد خطاب، واكيد مفيش سحور بيخلو من طبق فول وسلطه وحاجات اللي زي كده. كل واحد وعنده، ربنا مديله حته التيست اللي قال عليها كريم. كريم عايز ياكل النهارده حته جبنه بيضة ببطيخ مثلا. ده سهل طبعا. تعرف تقطع بطيخه؟ انا لا للاسف، بس بعرف اكلها بشكل مميز جدا على فكره، من غير ما اسقسق على نفسي واوقع على الهدوء. بتاكلها بقى مربعات ولا بتاكلها شقق زي ولا بتاكلها ايه؟ زي اللي بلاقيه في وشي بتاكل يا كابتن. تعالى طيب يا كريم. خلينا ناجل الاكل شويه.